السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا المنظر من نواحي سرايدي عندنا باوي منطقة شابة بزاف بون حنا نشوفوا الحال كيفاش راح يكون صبيحة هذا الاثنين إن شاء الله اللي راهم في عطلة هو بنا كو تلاحظوا الحال راه شباب على موه المناطق تاع بلاد تاع الصحراء الوسطى شويه زوابع رميه هذه مع الصباحه نشوفوا الوضعيه كيفاش راح تكون ظاهره هذا الاثنين ان شاء الله فاتح جويليا 2024 كذلك الحال شباب من الصحراء الوسطى للسواحل البحر الابيض المتوسط ومن الهوغر تصل الى الجنوب هنا يقدر يكون نشاط عادي هذا راجع دائما للاضطراب الجوي الافريقي لو فرون تروبيكال اللي هم هذه المنطقه وخاصه الولايات الحدودية كعين قزام وبرج بج المختار ريح شوية قوية على الصحراء الوسطى تؤدي إلى تطور الرمال ورؤية ضعيفة الفونسابل هيا نشوفوا الوضعية الجوية كما يخص درجة الحرارة إن شاء الله مع الصباح لبكر وصباح صباح اتنين الاثنين نبدأ بالصحراء الوسطى ما بين 32 إلى 32 درجة كذلك على أقصى الجنوب 31 هوغر وطا سينما بين خم... 24 و 25 و 31 بيتين دوف نروحوا للشمال وهران 21 بينما عندنا بو الطارف 25 درجه 24 بجيجل وبجايه وسكيكده 23 بومرداس تيفازا الجزائر العاصمه من صغان حتى بمرصد بن مهيدي هنا الحراره 21 درجه 22 بتلمسان سيدي بن سعيدة مغنيه كذلك 23 بشلف وايضا معسكر وغليزان تزوز البويره البليده 23 بقسمتنا 27 بالواد وبسكره توكورت المغيه 26 بوردله 28 بغردايه ونختموها ببني ونيف بالشار عباد قناتسه على منطقه ثوره حوالي 29 درجه مئويه جزء للملاحه لدرجه الحراره عفوا لخلال الظاهره دائما شويه مرتفعه على الصحراء الوسطى ما بين 47 الى 48 درجه حتى لتندوف اضرار برج بجي مختار 46 بعين قزام 40 راسات 43 بورقله 45 بحاسم سعود 44 بغرده يا زلفانه مثل ليلي بينما على الشمال ما بين 26 الى 28 درجه على الولايات الساحليه والمناطق الداخليه ما بين 33 حتى تقريب 37 درجه خاصه الشلف أيضاً تيزي وزو دوك نجوزو للملاحة والصيد البحري البحار هم مشوية تموجات على السواحل الشرقية لأن عندنا الريح تاع الريح يكون واحد العشرين كيلومتر الساعة شباب على السواحل الغربية وأيضا الوسطى الرؤية هايلة من 4 إلى 8 أميال بحرية حارة المياه 24 الى 25 درجه مئويه والاشعه الشمسيه لي لزيو زولترا فيولي لي زوي كونوا طالعين 10 على 10 على طول الشريط الساحلي الجزائري فيما يخص المعلومات الفلكيه اللي تم الجزائر العاصمه وضواحيها لهذا الاثنين فتح جويليه 2024 انا ما بقى لي غير نقول لكم ربي دون قوستكم دائما مع برامج الشروق